قلب اختك قلب اختك. ما تيجي اخدك معايا النهارده سوق التلات، النهارده التلات، تعالوا نروح سوق التلات ونشوف هنجيب ايه، واوري لكم سوق التلات وهوري لكم الطريق، علشان في ناس كتيره بتقعد تقول يا نجا هو سوق التلات ده فين يا جماعه؟ سوق التلات اللي انا بروحه وسوق التلات اللي في الكفر، الاسعار فيه حلوه وفي هدوم وفي جهاز عرايس اللي هو بقى زي البطاطا. ما تيجي نروح نشوف، حطش اللايك يا رب تنجحي وتجيبي اعلى اعلى الدرجات. ليه؟ عشان جبرتش خاطر نجا وحطيت لها لايك. يا رب تتجوزي اللي انت بتحبيها بنت وقالك مش موافقين عليه، يا رب حطش لايك، ويا رب يرزقك الذريه الصالحه عيل كده، يعني الله يرزقك عيل زي الولا بقدونس ابني يا رب. عارفه بديكي هديه بقى تونس، قول لها يا رب، قول لها، قول لها يا رب يرزقك عيل شبهي يا ابني، يرزقك عيل شبهي بقى تونس كده كمير وحزن حزن. وهنا بقى واخده معايا رابونزر سوق التلات، هجيب لك هديه ايه في قلبك؟ هديه النجاح بقى اللي انا اتفقنا عليها، مش هتفيدي قلبك. ما نخش سوق التلات مش هشتغل. انا عايزه هايبر حاجه كبيره. ايه سوق التلات ده يا عايزه هديه براند؟ ما في سوق التلات بيبيعوا براند سوق التلات. يلا هجيب لك والله. يلا بس يلا بس يلا هنروح نشوف، هجيب هديه رابونزر لو عجبها حاجه رابونزر بنت دي. يلا هنشوف هنشوف. ده طريق سوق التلات بقى، تركبي توك توك ولا دي بقى بدايه سوق التلات. رابونزل فرهدت من اول السوق، لسه لسه بدري لسه، يعني ماشيه بتجيب عربه من كل حته. ده اكتر مكان انا بحب لما انزل سوق التلاته اجيب. تعالى اوريكم في ايه بقى كنز سوق التلاته. هو ده بقى المكان اللي انا بجيب منه اي حاجه من سوق التلاته. بصوا كل حاجه واي حاجه. بصوا هو ده المكان اللي انا بقول لكم عليه. بص رابونزل هتتجنن على ده، استنى بقى اجيبها لك. بصوا ده الشجر، الناس اللي بتقعد تقول لي جايبه الشجر منين والورد من هنا. الكتاب ب 25 جنيه بس. بصوا ده الكتاب الترند. بصوا يا بنات ده سوق التلات اللي في جيزه كفرة هرمز. ودي برضه عاملينها. بصوا كل حاجه تحفه. الايه؟ بصوا بقى دي الجديد، ده اللي انا لسه ما خدتش منه. ده شبه الشجره الكبيره اللي عندي. دي شجره المشمش على صغنن. شجره المشمش بس ما فيهاش مشمش. لا احنا جايبينها على فكره على اصل الفروع. بصوا اي حاجه بقى هجيبها هصورها لكم واقول لكم الاسعار لما اروح، يعني في فيديو تاني في بارت 2. حطوا لايكات هنا كتير. بصوا دي الكبيره دي اللي عندي، دي اللي انا حطاها في الزوريق الكبيره دي. بصي تقسمي زي ما انت حابه، تفرديها فروشه تعمليها حسب العود زي ما انت حابه. هو العود ده بكام؟ بيعمل 75 جنيه بس. بصوا ده كده لوحده عامل 75، ممكن تاخدي 3 4 حسب الزوريه اللي انت هتاخدها. الشجره بتتكلف لما لها 5 فروع 7 فروع 9 فروع 12 فرع على حسب ما انت بتحب. بتبداي يعني لحد 12 فرع دي اكبر حاجه. تعالوا هوريكم. ايه ده انتوا جبتوا فرش؟ ده فرش انتري ده صح؟ ده فرش انتري. دي بياضات يا انسه، دي بياضات الانتري. بصوا بنات وري انسه فكره يا بنت الحاجات دي بتتعمل عموله. دي كلها عموله؟ كل ده عموله وخامته عاليه جدا. ده وشين مش وش واحد على فكره. جميل. أول مرة على فكرة أشوفهم بيبيعوا اللي هو فرش الأنتري. وريني ده الكنبة، ده الظهر بتاع الركنة. ده ظهر ركنة بس، ده اللي وش وظهر صح؟ ده ظهرها وش وشها ده بتتقال على الاثنين، مفيش على الاثنين. ده بيبقى كام واحدة؟ الركنة على حسب الكنب صح؟ سبعة الكنب. بالمتر يعني تفصيل. دي تبع لإيه؟ دي تبع الكنبه برضو. دي عرض 90 سنتي. عرض 90. تعال بص ده. يلا هي بنتك اللي تمسكها. بصوا يا بنات الورد للورد بكام الواحده من دي؟ 105. بص يا جماعه واحده جميله كبيره دي القطيف الاصل. دي الاصل تغسليها تغسليها وبترجعها وكل حاجه. وبعدين هم اصلا يعني من سنين السنين هنا، اي حاجه تاخديها منهم ما يحصل فيها حاجه او الكلام ده بتجيبها لهم، تقول لهم الحاجه دي من عندكم بس تكون من عندهم، وصوري فيديو وانت بتشتريها عشان يبقى دليل معاكي. صلت عليكم الناس.